عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف مع حضرتك. عمرو عرفة. أهلا وسهلا. أهلا بيك. حضرتك بتشتغل فين؟ أنا سيلز وماركتينج دايركتور في مجموعة شركات جولدن باك في 6 أكتوبر. أستاذ عمرو، حضرتك حضرت معانا برنامج القيادة بالكاريزما مع بروفيسور كيرت مورتنسون، رئيس المعهد الوطني للقيادة بالكاريزما بالولايات المتحدة. إيه رأي حضرتك في التجربة؟ بص، هي تجربة طبعا ناجحة جدا، وأنا واخد على التجارب دي معاكم بالذات. شركة عندكم أنا حضرت كذا برنامج معاها، مش أول مرة. الشركة عندكم بتتميز يعني بمصداقية كويسة جدا، بتنقوا برامج مفيدة جدا. الماتيريال بتاع البرنامج ده مهم جدا بالنسبة لي أنا حتى في عملي، وبيخليني أقدر أطلع من البرنامج بدرس للسيلز تيم بتاعي كله نفس كل اللي أنا اتعلمته. أكتر من 100 فرد عندي في السيلز تيم عندي، بنقل لهم كل التجربة والخبرة بتاعتي في البرنامج ده ليهم مباشرة، ودي حاجة مفيدة جدا بالنسبة لي حتى في مجال شغلي. شايف ان التجربة افادت حضرتك على المجال المهني والشخصي؟ جدا جدا جدا. ازاي؟ زي ما قلت لك في الإجابة بتاعت السؤال اللي قبل كده، ان انا بتخليني اعمل سبوت على الحاجات اللي موجودة في شخصيتي انا وما ببقاش عارفها او ما ببقاش حاسس بيها، بتخليني اعمل سبوت عليها، بتعلمني ازاي اقدر اتغلب على السلبيات اللي في شخصيه كل واحد فينا، لان مفيش حد فينا طبعا كامل. بتقدر تعمل سبوت على الحاجات السلبيات دي وبتحولها لايجابيات. بتفيدني طبعا على المستوى المهني، انها دايما الواحد بيحتاج يحدث معلوماته، يحدث التعليم اللي هو اتعلمه طبعا من زمان. انا برضو تعليم من زمان شويه، انا حصل على ماجستير من الجامعه الامريكيه سنه 92، بس مش معنى كده ان انت تقف لحد الحتة دي، لازم بتحتاج تطور نفسك، بتطور تعليمك وبتطور التفكير بتاعك. فالبرامج اللي زي كده بتفيدني جدا، بتخليني اقدر انقل بقى التجارب بتاعتي دي كمان للسيلز تيم بتاعي من اكبر واحد لاصغر واحد. تنصح اشخاص اخرين ياخدوا نفس التجربة؟ ده بلح في النصيحة بصراحة، يعني الموضوع ده مفيد جدا. ايا كان الواحد ما يقولش عمره ان هو وصل للتوب، مهما كبرت مهما وصلت المراكز، انت محتاج تعمل تطوير لنفسك وتطوير لدماغك وتطوير لشخصيتك عشان تقدر تستفيد بيها في حياتك الشخصية وفي حياتك العملية طبعا. ايه رأي حضرتك في التعامل مع قسم خدمة العملاء لشركة ميديكس؟ اكتر من هايل صراحة. هل عندك مانع نعرض الفيديو الخاص بحضرتك على القنوات الخاصة بشركة ميديكس؟ لا، انا اتشرف طبعا بالموضوع ده. اتشرف.